التبسيط. مسألة: ينبغي التوجه إلى قاعدة التبسيط في صنع الرأي العام، والتبسيط عبارة عن إرجاع شيء تؤثر فيه مؤثرات متعددة إلى مؤثر واحد، وذلك لسهولة هذا الأمر والارتقاء إلى عدة عوامل، فهو شيء صعب بالنسبة إلى عامة الناس، لأنهم لا يتمكنون أو لا يريدون التفكير في المؤثر الحقيقي من كل جوانبه، فالغالب أن الناس يردون أمورهم بين ضدين بلا ملاحظة أن هناك أضداداً أخرى، فمثلاً يتصورون أن الأشياء بين أبيض وأسود، أو أن الإنسان فقير أو غني، أو عالم أو جاهل، فلا يتصورون ما عدا الأبيض والأسود من الألوان الأخرى كالأحمر والأخضر والأصفر، ولا يتصورون أن الغني والفقير هما لفظان فضفاضان، فالفقير ذو مراتب والغني فيه مراتب، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأضداد. نعم، إذا دار الأمر بين الوجود والعدم يكون للنقيضين اللذين لا ثالث لهما، مثل أن الإنسان إنما هو موجود أو معدوم وهكذا. نعم، هناك أضداد لا ثالث لها مثل النور والظلمة بناء على القول بأنهما ضدان، ولا شك أن في النور أيضا أقساما وفي الظلمة أقساما، ولهذا قال تعالى بالنسبة إلى الظلمة الشديدة التي فيها الكفار: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مثلا يقال إن المرشح الفلاني إنسان رؤوف بالناس، وكلهم يرددون أنه رؤوف بالناس، ولذلك ينتخبونه في وقت الانتخابات. وإذا كانت صفة الرأفة غير كافية لانتخاب صاحبها من قبل الناس، فهناك الحزم، وهناك إدارة البلاد، وهناك تحسين أوضاع الناس، إلى غير ذلك من الأمور. فإن التبسيط يوجب الانسياق وراء ذلك السبب المبسط، بينما الأسباب المتعددة هي التي تتدخل في الانتخابات، وغالباً ما تساعد اللغة على هذا الشيء، إذ تساعد الفرد على أن ينظر إلى شيء أو إلى شخص أو إلى موقف على أساس غير واقعي، بنظرة أنه أبيض أو أسود، بينما الأبيض له مراتب والأسود له مراتب، فليس بينهما كل البعد، وإنما بعض البعد. هذا بالنسبة إلى غالب الناس. أما الرأي العام المطلع على ما ذكرناه، فإنه يستند في قراراته إلى واقع المعرفة لا إلى القبول أو الرد البسيطين، بل يستند بالإضافة إلى ذلك إلى التفهم والإدراك والتمحيص وتحقق أكبر عدد ممكن من العوامل الواردة المتعلقة بهذا الموضوع، فلذا يكون أقرب إلى الواقع، لأن الأسباب ليست كلها ظاهرة عندنا، وإنما الظاهر ممكن فحصه وتمحيصه. وبهذا الصدد يقال إن المرض المحدد يضره اللبن ضرراً مطلقاً، وقد جيء بطبيب حاذق وهو أخو المجدد الشيرازي واسمه السيد أسد الله إلى مريض ابتلي بمرض، فوصف له اللبن فقالوا له إنه يضر ولا ينفع وأحياناً يقتل المريض. قال: هل تعلمون أن هذا المرض له 30 قسماً؟ 29 من الأقسام يقتله اللبن، أما القسم الأخير وهو الذي ابتلي به المريض فإنما شفاؤه في اللبن، وبالفعل فقد برئ من مرضه. وهكذا القول بأن كل مريض ينفعه الأسبرين، بينما اللازم على الطبيب أن يفحص المريض ليعرف إذا كان هذا الدواء ينفعه أو لا ينفعه. وكذلك في العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية وغيرها. ولذا قال بعض علماء الغرب بهذا الصدد: إن القضايا والمقولات اللفظية وكذا التعريف الموجزة للفعل أو الإجراء تكون هامة إلى أقصى حد عندما لا يكون الرأي محدد المعالم، وعندما يكون الناس على استعداد لقبول ما يوحى إليهم من مصدر موثوق به يسعون إليه ليزودهم بتفسير ما أو آخر. ولذا ورد في الحديث: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. فالواضح أن من يجمع العقول إلى عقله يقلب وجوه الآراء ويعرف الضار والنافع
ويعرف الضار والأضر والنافع والأنفع، ولهذا يصيب الهدف أفضل من غيره. ومن اللازم على الحكومات الصحيحة أن تربي الناس على التحقيق والفحص والتمحيص حتى يصلوا إلى الهدف أو إلى ما قبل الهدف بشيء قليل، ولا يكونوا بعيدين عن الهدف بأميال. والحاصل أنه يجب على الإنسان الذي يريد إصابة الواقع أو قريباً من الواقع أن يجمع ألواناً من المعرفة بالإضافة إلى السمو الروحي والاستشفاف النفسي حتى يتمكن من الوصول إلى الهدف أو يتمكن من قرب الوصول. وكمثال على ذلك نقول إن الحركة الجزائرية والحركة الهندية كلتيهما كانتا حركتين تهدفان إلى الاستقلال، لكن إن حركة الجزائر كانت أعنف، ولذا قتل 9 ملايين جزائري 1.5 مليون، ناهيك عن انهدام الاقتصاد وكثرة المشوهين والمعاقين إلى غير ذلك، حتى تمكنوا من النجاة من الاستعمار الفرنسي. بينما حركة الهند التقليدية بقيادة حزب المؤتمر الهندي كانت حركة لم تنتهج العنف، وقد تمكنت من تحرير الهند ذات 450 مليون نسمة في سنة 1947 ميلادية من دون خسائر فادحة، وإنما كانت الخسارة التي وقعت وهي 4 ملايين قد وقعت حين انفصال الهند عن الباكستان، فكان ذلك خطأ من الأخطاء، حيث إن بعض زعماء حزب المؤتمر الهندي كانوا يطالبون بإعطاء الأكثرية من الأقلية المسلمة حقوقها حتى لا يضطروا للانفصال، بينما أكثرية أعضاء حزب المؤتمر كانوا يطالبون بعدم إعطاء الأكثرية من الأقلية المسلمة حقوقها، مما اضطر المسلمين إلى طلب الانفصال. هذا بالإضافة إلى ما وقع من المآسي التي لا زالت تحدث إلى يومنا هذا، وقرابة 50 سنة من مأساة كشمير أولاً، ومأساة انفصال بنغلاديش الباكستان الشرقية عن الباكستان الغربية ثانياً، وفي الحرب بين الهند والباكستان قتل أكثر من 3 ملايين.